يما إن شاء الله غادي نضرب واحد الطراجي اللي غادي تكون فيه تقريبا يعني 70% ديال لابيست، وغادي تكون فيه 30% ديال الشاطئ إن شاء الله. غادي نحاولو أنا والصديق نجربو بطر إن شاء الله، وأفريكا توين مع الكاطين. بسم الله على بركة الله. هي ثاني خرجة عندي بكاطي بأفريكا توين، وبغيت نشارك معكم التجربة هذه، وغادي إن شاء الله غادي نجربوها اليوم في الإقليم اللي عايشين فيه اللي هو إقليم خنيفرة، كيتميز بالجبال الغابات. ما كاينش يعني طريق كاع اللي كما كيقولوا بلا، ما كاينش، طلع هبط في راجات. الله ما يسير. الديبار اليوم من حدا المنزل، وهذه هي الدخله ان شاء الله اللي غادي ندخل دابا من لابيست هذه كبدايه. كافي كلا بيستات نقيين زوينين، ماشي شي حاجه اللي خايبه، ماشي هذوك اللي فيهم الحجر بزاف وكذا، مع العلم انه اصلا حتى الموطور يلا ضروري خصك تولف عليه، وزائد حتى الموطور مازال ما عنديش البنوات ديال حتى النص ديال النص في المية كما كيقولوا، ولا 100% بيست. هادو راه عندي غير 80% شاطي، هما شوية بيست، ولا نبغينا نجربو ان شاء الله. المهم هذا الطراجي غادي ندوزو من هاد لابيست هادي اللي دايزة من تحت يد نوح على طريق ادغسال كما كيقولوا. المهم غنحاولو نشاركو معكم الطراجي كامل حتى اللي بغى يجربو ان شاء الله، ويبغي فيه ما يتشاف فيه ما يتشاف. وعلى فكرة درنا الروطا شوية في الديبار، هذا تقريبا من بعد العصر حنا خارجين، زائد كان واحد الإشكال اللي هو الجو متقلب اللي كيبان أنه فيه الرعدة وقد يكون الشتا الفوق. استشرت مع الصديق قلت ليه يعني واش ما كاينش مشكل على قبل الرعدة الفوق، قال لي انا ماشي مشكل نجرب ونشوف اذا كان شي حاجه نرجع. انتما كما كتشوفوا هنا على اليمين جايه الرعدة، وحنا غادي نمشيو في هذاك الاتجاه ديال اللي صب كاينه شويه السما زرقاء. هذا حنا قاطعين دابا من الشانطي غندوزو من هاد البيست باش نخرجو الشانطي ديال هاد الغزال تحت يدنا. المهم الموطور هذا اللي عندي افريكا توين 1100 الادفونتي سبورت، الصراحه شي حاجه شنو نقول لكم، قال لي هذاك الطوب زائد وغنيه عن التعريف. كانت عندي قبل لا تينيري ياما تينيري 700، مي لا افريكا توين زايدة عليها في الجهد وفي البوا زايدة حتى هي. الصراحة من الامتيازات اللي لقيت في هذا الموتور حتى هو انه عنده سبونسيون شي حاجة توب، ولا يعني التينيري كتبقى الصراحة 100% ديال البيست، هي تلعب بيها كيف ما بغيتي. هذا شوية ثقيل كيبغي شوية الصحة. حنا دخلنا البيست الثانية باش نخرجو في الشانطي ديال ما بين العري و ايت بوحد مات على الطريق ديال الضارع ديال البحر الزياني، و مورا غادي يكون كراش. المهم في هاد البارتي هادي غادي نقطعو
انا قطعوا الواد ديالي شبوكة كان نزل دابا اللي تنزلو ان شاء الله هي هادي ماشي شي واد كبير وادي شبوكة اللي دايز على ليري جاي من هاد المام معمي هذا الواد كما كتشوفوا صغير الميضاد اللي خلاه يكون صغير شويه هو انه الناس كيسقيو منه بزاف الاراضي الفوق غادي راه طلعه هادي هنا راه نقز بيا الموطور هي هاد البلاصه باش نقز هي كنحاول نشارك معكم الفيديوهات بالجو برو والانستا 360 دابا التصوير بالجو برو دابا المهم النصائح اللي خصني نعطيكم هنايا كاين بزاف النصائح غادي تشوفوهم معايا اليوم في الفيديو ان شاء الله تكون مستفيدة للجميع ان شاء الله غادي نفوتو هاد الباتي هادو غادي نعطيو النصائح الاولى باش تعرفوا شنو كاين بالاخص الناس اللي عاجبهم هاد العواية ديال الماطة ديال الادفونتور واللي كيخرجوا مع بعضياتهم وعلى فكرة الصديق عنده الموتور كار تي ام 1190 الادفونتور ار حتى هو هو كيجد بيرميش هذا الموتور هذا بلاصة فراش هنا غادي نخرجو دابا الشاطي ديال ناري ان شاء الله الرحمن الرحيم كتشوفوا حتى في هاد البيست هادي راه درت فيها شويه ولكن الموطور ستاب كيما كنقولوا السبونسر ديالو شي حاجه بزاف العربه ها هو الشانطي ديال العري نعيد محمد حنا نطلعوا على اليسار دابا ان شاء الله المهم كما قلت لكم النصائح الاولى كما كتشوفوا هو الصديق عاد جاي هو بالموطور اول حاجه الغلط اللي دايرين حنا واللي هو خصو يكون ضروري خصو يشري الانتر كوم يكون عندو في الكاسك لان واحد ملي كيكون قدامو الاخر تابعو كذلك ما كتعرفش شنو اللي كيوقع له الصديق ديالو وعاد ثاني هذاك ما كتعرفش شنو كيوقع ليه قدام ولان ملي كيكون الانتر كوم كتبقى تهضر معاه كتعرف كاع لي زوب ستات اللي كاينين في الطريق ولا شكل اللي كتصير موراك ولا قدام هذه كبداية ضروري الانتركم اللي هو جهاز التواصل مع الرايضة مع الدراج كما كيقول ديما كتكون خصيه باش انه ياخذو اذا ما قداش لان غادي ياخذو ان شاء الله غادي تطلع ديال الري اصعب طلع اللي واقفين كنطلعو الجسم كامل ديالي يروح
يعني هذا شانطي جديد ما كانش قبل، كان قبل غير بيست. بدنا تدوزو الشانطي كيف سلو الأماكن اللي صعيبة، فك العوز ذا كما كيقول. لا لا لاش تدو الشمانط في المناطق هذو. كاين تقريبا هنا واحد المسافة ديال 20 كيلومتر اللي غادي نضربو في الشانطي دابا، عاد غادي ندخلو لابيست اللي كتدي الكروش. المهم هانتوما في الفيديو غادي يبان ليكم كلشي ان شاء الله، التراجي كامل غادي يبان ليكم. حنا كنا كان التارغيت ديالنا الهدف ديالنا هو نوصلو ان شاء الله حتى لغبال ونتقهوا تما، عاد نرجعو على الطريق ديال القباب ان شاء الله من البيست بالحق. هادي هي لافان ديال الطريق، هانتوما كيما كتشوفو غادي نوقفو نسولو هاد السيدانة نتأكدو. كيما كتشوفو الطريق اللي كتدي لكراش هي هادي، حنا عارفينها غير بغينا نتأكدو نحيدو الشك. او من الاشكال اللي وقع لينا هنا انتم غادي تشوفوه كيما قلت لكم، كاين شي حوايج غادي تستافدوا ما تعرفوش شنو وقع. بالاخص بالنسبه لي انا مازال الصديق هو عنده المطر شويه. هنا بدات لابيست، دابا لابيست ديال كروشن غادي نجبد والجو غادي كيتغير كيما كتشوفوا الضباب. المهم الغلط اللي كاين هنا انه هو انني عندي فنوات بنزين كما قلت لكم 80% ديال الشاطئ ماشي ديال لابيست. والغلط الثاني نسيت ما نقشت الريح في البنوات، الكومبريسور في البنوات نسيت ما نقصتهاش، يعني الكونترول ديال الموتور هنا كيصعب وخصك تهضر معاه على بال، وبالاخص في الدورات الصغار. مازال في الفراجات الدورات الكبار الواسعين ماشي مشكل، ولا كانت العقبه قاصحه راه صعيب صعيب الصراحه. ولكن في الاخر غادي نقصوا البنوات ان شاء الله. هنا غلطنا الطريق، كان نمشيو نيشان، وهادي هما الصعوبات اللي كنلقاو في هاد المطار هادو كبار من ناحية الوزن ديالهم ومن ناحية الكبر ديالهم، اللي هي هانتوما تشوفوها دابا انك باش ترجع مع الطريق كي غادي دير طريق صغيرة والموطور كبير عليها، هنا كتبغي شوية الاحترافية. هنا واحد السيد عطانا الاتجاه الصحيح ديال الكروشن، يعني فاش توصل لهاد البلاصة هادي خصك تمشي نيشان. ها الإشكال فين كاين هي باش ترجع الموطور، وماشي هنا صعيب فاش بغينا نديرو ليسون، هنا خصك تهزو على الرجل ودورو، غير هو كيبغي شوية الصحة. كتهز الموطور على رجلو وكدورو من قدام ولا من اللور، كيعطيك واحد المسافة انك باش ترجع شوية. هو الصديق مازال تا هو حاصل مع الموطور ديالو، خصنا نعاونو ويعرف اشنو كاين تا هو الطريقة باش يدور الموطور.
تكع على الرجيله وتهزم واحد الجهه يدور. غير واحد الافونتاج هو انه عنده مطو شويه خفيف على اللي عندي. تقريبا انا عندي زايد عليه 30 كيلو ديال الوزن. دابا الوزن ديالو الاجمالي حاليا بلي كراش بار وبهذاك الشيء اللي فيه كامل كاين شي 245 كيلو اللي فيه. هاهي الدوره اللي صايبه هنا تكابيه الموطو طاح بيا، مي ماشي شي طيحه خايبه. هاد الدوره هادي هي اللي صعيبه، وهادي راه طلعها قاص حراي ما كتبانش في الكاميرا، طلعها واقفه نيت والبنوات من فوقين والحجر ومنسي. يعني هنا راه واحد الاشكال يعني غلط، ضروري خصنا نمرض معاه البال. انا غيزلق بيا شويه الموطور ولاني غادي يغلب عليا الوزن ديالو وغادي نهبطو غير بشويه باش ما يوقع عليه والو. ها انتما هنا مشى الكليبراج ساعة تقيل سكتو فق. راح تقيل باش تهز الموطور بوحدك. ضروري خصك تهبط الرجل باش تغلب على الوزن الموطور، متقدرش تبقى شاد بوحدك. دابا خصني نرجع الموطور اللور باش نعاون نطلع من لونسي، لاحقاش انا واقفة طلعة بزاف. شو بغا يرجع بوحدو قاعد معايا؟ قاعد قاعد وصراحة من أسباب دحية التينيري هو هذا، أن الموتور عالي عليا شوية أنا قصير في 1.72 متر، مازال هذا شوية خاوي من الكوتا من الوسط، ومع ذلك راه كطول عليا. يطلع لي صوص باش يديماري المطر. انا باغا يديماري على بركة الله. انا الصديق راه طاح مورايا، راه طاح على وجهه لان كسيتي تخوى بيه البطون. انا رجع نعاونه حتى هويا حاصل تاهو في الدورة. هادشي راه عندك انت كرا خويا، راه خصنا نقصر البيضة راه في السكاب. سير 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 انا شادك. سير سير هاد تقلع اليسر، هاد تقلع اليسر سير هاك ما تخافش ما تخافش ما تخافش. زيد هات انا شاد بيت قلتلك فلان. زيد زيد بارك عليك بارك بارك فلان. يلا دير فيتاس اوكسي ماشي ماشي شي استرالي فيتاس. اه ماشي على وجهي وحق الرب. يلا نسوق لك ولا نطلع تندفع؟ تندفع فيك اه تسافر شي مشيت شي صوت تكسيني وانا كندفع داك الشهد كان باش تدفع شي شي اشنو تبع طلع ولا سوق لك؟ يلا سير سير ما تكسيش بالجهة حتى يشدو البنوات، خصنا نقصو الروايح. سير ديما يلا دير براشد لومبريال. يلا لا دافعي ابن عقلك سيري بش
شنو عاد تمشي مزيان؟ سير ها سير سير يلا تعنى سيري. لافونتاج كبير اللي عنده هو انه عنده بنوات ديال بيست. انا ما عنديش بنوات ديال بيست. 50% عنده كرابو ديال بنوات ميتاس. اطلع على رجليا بنوات البيست صراحة. هي الاجواء ديال الجبال ديال عندنا فضلنا البيس تاع مو سبور. اها راه شنو كنتو ديروا له لا يخدم غن كيدور الاخرى وايلي كتحيدو حنا كنقصو البنوات دابا باش يكون كونترول الموتور مزيان. على تحتي تاتا كاسا كوالا كلشي كاميرا كتصور كانت كاميرا كتصور نينستا يلا تما الجوكت خونيا المهم فكرة أخرى في الأفريكا توين اللي هي أدفونتير سبورت كتميز بالروايد اللي فيها تيبليس لأن السوق كيشدو في الجناب على العكس الأفريكا توين العادية. يلا شنو؟ اللي كانت الأفريكا توين ها؟ يلا يلا راه عرقت أنايا يلا اش مستلاح راه عرقت يلا يلا اكتيفيو جي بي اس تتم ديال الفيديو. حنا قررنا نشدو ننزل دابا ديال الخجر وقاع ديال الشانطي ديال كروشن ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا واحد الطبيعه الصراحه ما نعاودلكمش كبيره بزاف. هنا كما كتشوفوا مازال خضريه هنايا على العلم ان الناس في خنيقة راهم حصلوا هنا راه مازال في الجبال الخضريه مازال الربع خضر مازال غادي نطلعو واحد العلو كبير اللي هو 1800 ان شاء الله. غادي نعطو حتى الشانطي وغادي نطلعو عاوتاني حتى ل 1800. هنا كروازما كنضرو ليمن باش نشوفو الجي بي اس. هذا هو الاشكال اللي قلت لكم ضروري خصو يكون الانتركم باش تبقى تهضر مع الصديق. مكتعرفوش دابا فين واصل هو مكتعرفش شنو جاري موراك تقدر انت تدوز اليمين هو يمشي اليسار ولكن ملي كيكون الانتركم كتواصل معاه على بعد تقريبا نص كيلومتر حتى الكيلومتر ربع من ناحية الانتركم اللي كيكون شي حاجة طوب هو على بزاف. المهم هذا هو النزول الاخير اللي غادي ننزلو للقاع ديال كروشين كيما كتشوفو الطريق كي دايرة المسار ديالو زوين بيست نقية الصراحة دوزها بالموطور حتى الموطور عادي يدوز غير هو في النزول راه خطأ أخص في الفراجات هنا شوية راه الصديق ديالي راه بعد شوية اللون لأن وقع ليه واحد الإشكال في الفران بدا تيخوى ليه ديال اللون بدا تيخوى ليه الفران ديال اللون يعني خصو غادي يقير غير بشوية باش يكون عندو الكونترول شوية مزيان. هذا هبوط طويل الصراحه
هو لا فيديو راه طويل بزاف، مع العلم انني راه اختصرت فيه يعني بزاف بزاف، ماشي غير شويه، اختصرت فيه تقريبا حيت منو اكثر من النص. هذا غير ملخص، وهذا التصوير بالجو برو كما كتلاحظوا معنا الجبال قدامنا، هذاك الجبال قدامنا نعاودو نقطعوهم نيشان، هاد الجبال هذا كامل اللي كتشوف قدامنا غادي نقطعو هاد السلسلة ديال هاد الجبال اللي هنا باش نخرجو اغبالو بسم الله ان شاء الله، خاصة نكملو هاد النزول هذا نخرجو الشاطئ. هذا التصوير بالجو برو هذا هذا ديال النزول كما قلت لكم راه نزول طويل، يعني تقريبا بوحدو النزول هذا خدمنا تقريبا تقريبا 12 دقيقة. هذا راه غير ملخص ديال هذا النزول، يعني مايمكنش 12 دقيقة في الفيديو غيجي طويل بزاف. انا هذا الصديق بعيد طول بزاف ماشي غير شويه، كما قلت لكم الفران هو السبب اللي خلاه يبعد شويه، اما هو على حسب النوات اللي عنده هو اللي غيتحكم في النزول اكثر منه. هذا الشانطي تحت كما كتشوفوه راه هاد النزول هذا ميمكنش دير طروازيام في لا فيتاس، ميمكنش ضروري بروميير دوزيام باش تلعب بالموطور، بالاخص بهاد الوزن ديال هاد الموطور هذا اللي تقيل، فوتي في السرعة مغاديش تشدو. صراحة عجبتني هاد البلاصة هادي بزاف، من ناحية هاد الشان هاد البيست كيفاش دايرين هنا، الفراجات كيفاش دايرين، والمسافة اللي هاد الجبل كامل اللي كتنزل، يعني كون جينا طالعين غادي تكون الصراحة شي حاجة زوينة، لأن الموطور باش كطلع كيعجبك الحال كتر. ها الشانطي كما كتشوفوه هو قريب، وأول مرة كندوز من هاد الطريق على فكرة، هو كندوز بلايص بزاف، هادي أول مرة ندوزها، مي هاهي عرفنا مرة أخرى إن شاء الله غتولي تدوزها بلا جي بي إس. هاد القنطرة هادي يلاه تصوبات، كانت قبل حديد من عهد الاستعمار، هاد القنطرة هادي كانت قبل حديد، كانت واحد في شكل يعني داكشي ديال الاستعمار هما اللي دارو هاد القنطرة هادي، هادي يلاه تصوبات ما عندها تا فنقول لك يعني ما كملش حتى 4 شهور باش تصوبات هاد القنطرة هادي. نتمنى ان الصديق دابا يجي. هنا تقريبا كان واحد الروطة تقريبا ديال 3 دقائق باش غيجي، هنا هو غنضاي الفراج الاخراني، اي غادي نكونتينيو ان شاء الله في الشانطي، هو في واحد الباتية ديال الطلوع غادي نحاول نسرب لكم الفيديو
في الشانطي باش ما ياخدش الوقت بزاف، واخا اصلا الفيديو راه طويل بزاف. هادي هي الطريق دابا الكروش، شناهو عليه يدينا اليسرين مورا هاد الجبل، حنا غندورو اليمين باش نطلعو هاد السلسلة كيما قلتلكم ديال الجبل اللي هنا، و هي اللي كتخرج لأغبالو إسردان، يعني اللي بغي يختصر الطريق ويجي على أغبالو الخنيف راه غيهبط من هاد لابوط هدا، هو في لاجات بزاف صراحة. وعجبتني هاد البلاصة الصراحة بزاف، أول مرة ندوزها. طلعت تقريبا فيها على الحساب اللي حسبت فيها 6 كيلومتر حتى للراس، من هاد البلاصة فين ضنع اليمن حتى للراس 6 كيلومتر كاملها في راجات. انا غادي يبدا واحد شويه غادي نسرب الفيديو ان شاء الله باش يدوز بالزربه. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Blue eyes fade.
هذه هي البلاصه كما قلت لكم العلو ديال 1800. شوفوا الطبيعه الخضريه هنا كي دايره، مازال السبول خضر وقصير، سبحان الله الفرق بين التحت والفوق. هذه هي احسن باتي عجبتني الصراحه، على شي حاجه بعد الجو هذا والخضريه يا سلام، بالاخص هذه الايام كانت الحراره كثيره والاجواء هذه البروده اللي كاينه هنا شي حاجه زوينه بزاف. وبالاخص استمتعت بهاد البلاصه لان اول مره غندوزها حتى هي، وكفكره الصراحه زوينه. هذا هو الافونتاج اللي كيكون عندك بالموتور، انه كتختصر المسافات. انا غادي نحاول نسلم الفيديو عاوتاني، هي الطريق الاخرانية، هذا هو البلاطو اللي خاوي فوق الطريق الاخرانية اللي غادي نخرجو ليها أغبادو وسردا إن شاء الله. الجبال اللي قدامنا هذوك اللي بعاد تقريبا هذوك هما اللي كيقولو لهم جبل عياش. سلسلة الأطلس الكبير كانت قدامنا هذه المنطقة من جبل عياش، العلو ديالو هو 3747. إن شاء الله غادي نديروه بعد الموطور هذا حتى القمة ديالو إن شاء الله، يكون شي وقت مناسب. طلب أن يكونوا شي أصدقاء آخرين معنا في الجروب بالمطر إن شاء الله. هو الدخول ديال فيلاج أغبالو لسردان، هو حاولت نسلم لكم فيديو باش تشوفوا التراجي كامل، خرا طويل الفيديو باش تشوفوا التراجي كامل كيفاش داير الشانتي بيست شانتي بيست. هذا هي أغبالو لسردان، غادي ندخل لواحد الكافي هنا واحد الساعة زدنا الروطار شوية اللي خلانا اننا جينا في البيست جهة القباب فوق القباب جايين في الظلمة شوية، وحتى الكاميرات اخواننا الشارج الصراحة. القواعد غادي نجسد ان شاء الله. ديت تتم ديال الطريق وهي دخلة البيست ديال البيست اللي غادي ننزلو من الفوق الخباب، غادي نخرجو للجبل من الفوق.
طريق نيشان في الشانطي كتدي على الطريق ديال تيم راست قريبا ديال سيدي حي الزاد وكتجي على الطريق ناسيونال. ولكن حنا اختارنا ندوزو هاد البيست هادي ونخرجو فوق القناب. حنا درنا واحد القفا شويه ونشوفو نتأكدو في الجي بي اس مبقالناش الوقت اللي غادي نضيعو باش نتلفو بشي طريق. هاد لما كتشوفو قربات نهاية الفيديو غادي تكون في هاد البلايص نيت. مقديناش نصورو ليكم القناب لأن تقاد لنا الشارج ديال الكاميرا. وهادي كما قلت لكم هادي هي التجربة ديال افريكا توين في هاد البيستات هادو في النواحي ديال خنيفرة. زدنا شوية ديال السرعة في البيست شوية الصراحة بديت نكثر انا شوية الصراحة مي كما قلت لكم تا الصديق لا فوت لي كانت هي انه خص ضروري لانتركوم. هادي النصيحة هي اللي كنصح كاع لي موطار بحال هكا يكون عندكم لانتركوم بالتواصل. لان راه كاين شي بلايص واخا تكون عندك التليفون ما كيكونش فيهم. حنا بالاخص هاد المناطق اللي كنعرف انا عندنا ما كيكونش فيهم الريزو ديال التليفون. لذلك كنصح انا بالانتركوم راه مزيان كتبقى تهضر مع صاحبك مجمع معاه وكتعرف اش غادي كيف ما كتشوفوا انا لاقينا شويه ديال السرعه باش نلحقوا شويه للقباب باش نعرفوا بلي راه حنا جايين في الشاطئ. لحد الساعه كاع البيستات اللي هنا راهم مزيانين الصراحه كاين شي اشكال اللي صعيب. يلا في الاخر فاش بغينا ندخلوا للقباب كانت واحد خيوبيه شويه واحد الهبوط صعيب اللي ما تقدش تكسر الموطور نهائيا. تتولي خصك تكون عندك غير الكونترول وكتحكم فيه باش تسالي النزول بسلام. هنا كما قلت لكم عاوتاني واحد الغلط وقع لينا عاوتاني غلطنا الطريق وعاودنا رجعنا للطريق الصحيح. يعني ضروري يكون عندكم جي بي اس. انا ارخيت شويه السرعه باش نشوف الطريق فين غادي. مي هذه صحيحه هذه هي فين دوبينا الطريق في جهه اخرى. كاينة شوية لا فيتاس كما قلت لكم راني شوية لا فيتاس تا الكاميرا مبقاش كتصور شوية مزيان حتى شطحت الما شوية. كتشوفو البولات راهم شاعلين هذا دليل على ان راه الكاميرا كطيح. راه غير في لا فيديو كتبان شوية بحال ما عرفتش كتبان شوية بحال مطول باقي مطول الحال. مي راه الما الصراحة راه لا تطيح. انا
هنا راه صاحبي تعطل بزاف الصراحه، تخلعت عليه كاع وكان اكد هو المشكل ديال لانتركم هو هذا، لان انا فاش رجعت باش تلفنا الطريق انا ضغطت رجعت هو بقى بزاف تعطل بزاف باش يعاود يرجع، والمشكل فاش دار هو ما عرفش اش من اتجاه هو شديت انايا، لذلك هذاك الشيء باش خاص ضروري نعطيكم. انا لقيت نتنا وقت شويه طويل و حتى التليفون كما قلت لكم ما كانش ريزون، انا هذا هو نزول الاخراني للقبال فوق الجبل. وحتى الكاميرا راه تقاد ليا الشارج هنايا، جوبرو خلاص راه ديجا هي سادات ديجا تقاد ليا الشارج، بقات تنصور غير بالانستا. هنا غادي نوقف واحد البلاصه باش نتسنى الصديق، وغادي تكون هي الختام ديال لا فيديو. المهم القباب راه بقى ليه في هاد اخر بلاصه باش نوقفو بقى ليه تقريبا 2 كيلومتر في لابيست، هذا هو اخر نزول ديال باش نخدم القباب صافي. كتجي في الشانطي عادي ديال الناسيونال، الشانطي الناسيونال حتى الخنيقة هاهما كيما كتشوفو دابا الخويا هادي، هاهو القباب هنايا على اليسار 2 كيلومتر كاينة تقريبا 2 كيلومتر ونص صافي. هنا راه وقت كنتسنى الصديق هنايا، لأن أختي يتلف الطريق عاوتاني يمشي مع ليمون، وهي راه الطريق خاصها تمشي نيشان، كنت كنتسنى والو. نتمنى الفيديو يعجبكم، يعجبكم المسار، وهذا هو الختام ديال الفيديو. إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله غادي يكون فيها شي طراجي زوين، شي طبيعة زوينة، شي اكتشاف زوين إن شاء الله. مع السلامة.